دلوقتي بقى جه ميعادنا مع تقرير البست سيلر اللي بنعرف من خلاله ايه الكتب والروايات اللي حققت اكتر مبيعات خلال الاسبوع اللي فات. تعالوا نشوف مع بعض تقرير الكتب الاكثر مبيعا ونرجع لحضراتكم على طول. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً وذلك في حلقة جديدة كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات وكتب السيرة الذاتية والروايات التاريخية والإثارة والتشويق. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في المركز الأول رواية الجمعية السرية للمواطنين للكاتب أشرف العشماوي، والتي صدرت لها الطبعة السادسة حديثاً عن الدار المصرية اللبنانية، وهي رواية اجتماعية سياسية. في المركز الثاني يأتي كتاب فرحتي للكاتبة الدكتورة يمنى سمير، رغم صدوره منذ عام 2019 إلا أنه من آن لآخر يتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً. يهدف الكتاب لمساعدة كل سيدة وفتاة لتحقيق ذاتها. جاء في المركز الثالث أحدث أعمال الكاتبة الروائية الدكتورة ريم بسيوني بعنوان الحلواني ثلاثية الفاطميين، وهي ثالث الثلاثيات التاريخية للكاتبة بعد ثلاثية المماليك والقطائع. وفي المركز الرابع جاء كتاب نوني وحكاويها للكاتبة منى الدغيدي، وقدمت فيه 35 قصة عن عصارة خبراتها وتجاربها في الحياة. تختتم قائمة الكتب الأكثر مبيعاً برواية جريمة العقار 47 للكاتبة نهى داوود، وتدور أحداثها حول جريمة قتل في إطار تشويقي.